حقيقة قلت وكررت باللي استلام تجهيزات رياضية ستكون متأخرة. احنا عارفين هذا الشيء هذا منذ نقدر نقول زمان، وهذا رجع لظروف إدارية وقانونية طبقت على لجنة التنظيم، كأنه عمل عادي، وهذه النقطة تتعلق بالصفقات. ولازم نذكر قبل هذا بل المفروض الصفقات لا علاقة مع لجنة التنظيم، صفقات التجهيزات الرياضية المفروض لا علاقة مع لجنة التنظيم، لأن كل القاعات كل منشآت رياضية تابعة وزارة الشباب والرياضة. فمباشرة بعد وصولي تسألت علاش هذه المهمة هذه على عاتق لجنة التنظيم، لما كانوا وزارة القطاع هما رؤساء لجنة التنظيم، لكن تحملنا المسؤولية في هذه الظروف القانونية غير لائقة، وطلبنا تسهيلات منذ وصولي لن نتحصل عليها حتى تدخل السيد رئيس الجمهورية، وهو مشكور على كل ما قدم لي كدعم شخصي، وهو النقطة هذه اللي خلتنا نكملوا مع الصفقات في المرحلة الأخيرة. ولا بأس أن تحصلنا كذلك على الدعم وزارة الدفاع اللي بعتت طيارات خاصة لنقل بعض التجهيزات إلى الجزائر.